سايق. ازيك يا حماده بيه؟ ازيك سيد؟ ازي حضرتك؟ انا بصراحه لقيت المحل منور، قلت فرصه يعني اتكلم مع حضرتك. ايه ده بقى يا حماده بيه؟ هو حضرتك بتجدد المحل من ورايا ولا ايه؟ امال انا رحت فين؟ ما نستغناش يا شادي، هنحتاجك في الوقت المناسب. تعالى اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويس وكله تمام، الا حاجه واحده بس يا حماده بيه. الحاجه دي لو حصلت هبقى اسعد انسان في الدنيا. بصراحه بقى الحاجه دي في ايدك انت. لا انا مش فايق لفوازيرك دي، قول انت عايز ايه بسرعه قبل ما انام منك. انا عايز اتجوز داليا. داليا بنتي؟ انت بتشوفها فين؟ ما هو زي ما حضرتك طلبت مني اني امثل دور رجل اعمال، داليا كمان طلبت مني اني امثل دور واحد بيحبها، بس يظهر بقى انها قلبت بجد. انت بتحب داليا يا شادي؟ ايوه يا حماده بيه، وامنيه عمري كلها ان حضرتك توافق على جوازنا. وهي عارفه انك بتحبها؟ مستنيه رد حضرتك دلوقتي على التليفون. يعني انت مش معدي بالصدفه بقى؟ انا بقالي اسبوع رايح جاي قدام المحل بكلم حضرتك على التليفون ما بتردش عليا، بس اكيد يعني عشان حضرتك مش عارف نمرتي. وامها واخوها رايهم ايه؟ محدش منهم يعرف اي حاجه، داليا قالت لي ان راي حضرتك اهم راي. يعني انتوا متفقين واخدين القرار وجايين بس تاخدوا موافقتي مش كده؟ يا حماده بيه، راي حضرتك بالنسبه لي اهم من راي داليا. انا من يوم ما شفت داليا عند حضرتك هنا وحياتي كلها اتغيرت تماما. بصراحه بقى حضرتك وش السعد عليا، والقرار ده قرار حضرتك انت مش قراري انا وداليا. واوعدك يا حماده بيه، لو حضرتك رفضت انا هخرج من هنا وانسى كل حاجه تماما، وكل ده احتراما للراي وقرار حضرتك انت. انا ما عنديش اعتراض عليك يا شادي، انا عارفك كويس، انت بس فاجئتني. داليا؟ ايوه يا حماده بيه. الو. ايوه يا اختي بابا. انت ايه اللي عاجبك في الواد ده؟ ايه يا حماده، مش انت قلت لي اتجوزي اللي بيحبك وما تتجوزيش اللي بتحبيه؟ ده مجنون. العيله يا بنتي مش ناقصه مجانين، ما انا عارف انك مجنونه رسمي. طيب يا ست انا موافق. ربنا يخليك ليا يا حماده بيه. بس هات بس، انا مش بحب البوز ده، هي كمان بتبص في التليفون. طيب خلاص خلاص، اسمعي بقى ما اقول لك، انا ماليش دعوه لا بامك ولا باخوكي، يعني ما تقوليش روح اقعد معاهم ولا اقنعهم ولا الكلام ده خالص، انا شخصيا موافق خلاص. يلا باي باي. انا متشكر قوي يا حماده بيه، حضرتك مش عارف عملت فيا ايه النهارده. خلاص خلاص خلاص.